ده كده انيسيت. بصوا يا جماعه ده ليه اكستنشن كده حلو قوي، والنبيتي ده برضو شياكه جدا. الحاجات دي بكام بقى يا محمد؟ ودي المفاجأة بتاع العرض أصلا ها، 150 جنيه، 150 كل السويعات اللي عارضة دلوقتي 150 يعني جنيه الكبير بسعر الاطفال 150 بالظبط، جنيه حلو جدا. 350 جنيه زفاف ب 350، زفاف ب 350 ده جنيه ايه الجمال ده؟ بصوا، لا ده الكلام على كبير. محمد باشا منور الدنيا، بيوجودك يا فندم، شرفت تسلم. حضرتك. عايزين نقول للناس احنا هنا فين وفي شحن او لا. هو في شحن عامة، احنا في طوابق في سلطاوي المنشية في شارع تمام. مدرسة مينا عمر رقم 13. ايوه، احنا بنيجي عند الطوابق بره، بننزل الطابق الوسطاني ده طبعا وبناخد المنشية توك توك من هناك، بنقوله ننزل عند مدرسة مينا عمارة 13 عمارة 13، احنا اول دور. بالظبط، حلو قوي. اتليه ايمي، اتلي ايمي. حلو واللي جدا. عايز واللي جاي من على الدائري احنا ما بينزل لي. اتفرجناش على حاجة، استنى، احنا لسه ما شفناش حاجة. طيب احنا تمام كده قلنا العنوان وقلنا ان احنا عندنا شحن. عايزين نشوف بقى الشغل القمر اللي معاك ده. بسم الله تمام الرحمن ماشي. الرحيم. هو عامة إن شاء الله الحاجات اللي هوريها النهاردة بتبدأ معايا من 150 لحد 450. تمام، حلو قوي، الحاجات اللي أنا ماسكها دي دلوقتي 350 و400. دول 350 و400. حلو قوي ده. بص ده، استنى، بصوا شايفين الشغل، الحاجات دي بيع يا جماعة. تمام، ما شاء الله. 350 و400 يا جماعة، الشغل اللي أنا ماسكه ده كله 350 و400، شايفة الشغل حلو قوي. والعرض ده لفترة محدودة. الحاجة موجود منها قطعة واحدة صح كده؟ تمام. في الغالب العرض ده لفترة محدودة، أول ما ينزل الفيديو لو عجبك حاجة ما تستنيش. حلو ده. تمام، ده زهري كده وشغل يعني. تمام. وعلى طول بنجدد موديلات يعني، وبنعمل عروض بشكل مستمر. بس انا بتكلم عن النهارده ده اخره ان شاء الله بص، يوم 10/1، يوم يا 10/1. تمام، يا اما نفاذ الكميه. حتى نفاذ الكمية اما 10/1. تمام، ده برضو ستان كده وعليه ودانتيل او كاب، شيفون من فوق، وعليه ايه؟ عليه كاب، عليه كاب من عليه على كاب الكتف دولار فوق. تمام، حلو قوي. 350 و400 قلنا. و400. حلو قوي. بص ده ليه اكستنشن جانبي كده لونه كافيه، وفي شغل من الجنب ستراس برضو شياكه جدا. تمام، حاجات دي بقى مقاسات مختلفه، في حاجات هتلبس معاك لغايه 50 60 75 85، وهنلاقي لسه نشوف في لسه مقاسات تانية ولا لا. هو اهو معروض على المانيكان ورا اللي كان ماسكه اخر واحد البيج. حلوه الحاجات دي، ده كله شغل بقى. بصوا شايفين الشغل عامل ازاي من على الصدر، ده يلبس تقريبا بتاع 100 كيلو. بصوا عامل ازاي، يلبس ما شاء الله حلو، بسم الله ما شاء الله، وطويل على كالوش. وده الكم من فوق بقى، فيه الشغل بتاع التول ده، عارفين نازل موضه جدا، بسم الله ما شاء الله. تمام، ده كده معانا بكام برضو؟ ده 400 جنيه 400 كل ده؟ ما شاء الله. تمام، بصوا برضو ده كده معانا ب 400. 400 جنيه كمان. تمام، عايز اقول لكم في موديلات كتير جدا، احنا مش هنتفرج على كل الموديلات لكن هنحاول نجيب لكم اغلب الموديلات. تمام، الحاجات دي درجات كافيه مع روز جولد كده، حاجات حلوه قوي. تمام، 400 الشغل اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده يا جماعه، في الاستاندات مليانه شغل، الحق الشغل قبل ما يتخطف في الموديل اللي انت عايزاه. ده قمر قوي، شايفه ده؟ تمام، وفي الجولد ده كمان سمكه كده شياكه جدا، ان شاء الله. الشغل ده كده معانا ب 400، الشحن متاح، الارقام قدامك على الشاشه وانت بتشوفيني دلوقتي. في كمان اللون البيبسي، في اللون البترولي، في اللون الجراي، في الروز جولد، في الشامبين، في درجات قمر قوي، ودول كده معانا ب 400. اليمين ده قمر قوي، حلو ده. ده زي اول واحد تقريبا شفناه، ده خطير، حلو قوي ما شاء الله. نادر لما تلاقي قطعه متكرره، بس هتلاقيها لون تاني، مش هتلاقيها نفس اللون، ممكن تلاقيها كمان مقاس مختلف. فتعالي شوفي براحتك وقيسي براحتك. في هنا بروفا. في بروفا، تمام. وفي عندنا برضو في زفاف بيبدأ من 350 ل 750 جنيه زفاف، زفاف. حلو جدا. بصوا يا جماعه ما شاء الله، مش عايزه افوت حاجه، بس ده برضو حلو قوي، ده شبهه شويه بس كمان من تحت في شغل مختلف. تمام، دول كده 400. اللي يعجبه حاجه يعمل سكرين يتواصل معاهم، او احجزي لغايه ما تيجي عشان الحاجه ما تروحش، لغايه ما تيجي تفضل محجوزه باسمك. تمام، ما شاء الله. الكشمير كمان موجود معانا اهو، وكافي كده. بصوا الاتنين احلى من بعض، بصوا ده عامل ازاي، خطير ده. ده في اللبس شياكه، ده اكستنشن. دي اكستنشن اهو. وفي بقى الكشمير ده برضو حلو قوي، كله شغل، والكم شغل، وليه وليه اكستنشن اكستنشن كمان، حلو قوي ما شاء الله. طبعا احنا الاكستنشن ده سهل ان احنا برضو لو الدريس مش معايا سهل ان احنا نعمله، متوفر جدا يعني، وبيتباع اوقات لوحده برضو. دول كده اي حاجه فيهم يا جماعه ب 400 اهو. الشغل الكم الطويل ده نازل موضه جدا، وهنا ده الكم المنفوخ شويه. تمام،
وكميات عندنا بتبدا من 10 قطع وبنظبط فيها الاسعار برضه. تمام. بصوا الكشمير ده اللي هو السمكه خطير. وده ايه ده بقى؟ ده كب. ده كب ده كب قوسه. الكم ده بيتلبس لحد وعليه كم. ليه طريقه في لبسه، عارفين انتوا؟ ليه دلع برضه. حلو جدا. ب 400 جنيه. تمام ما شاء الله. كشمير كشمير ده 350. بص عامل ازاي؟ اكستنشن برضه. تمام. واللي معاك ده مع برضو اكستنشن ورق اهو. اكستنشن واقف كده. ايوه جومي. تمام. ده في اللبس هيبان جدا كل الشغل ده يا جماعه. انت لما تلبسيه هيبان عليكي حلاوته الحاجه وهي معروضه في ايدي كده، غير لما بتلبسيها خالص تختلف جدا. طيب بصي ده برضو كل شغل كده وليه اكستنشن، ليه شغل من ورا، ده تحسه كده خطوبه في نفسه جامد جدا. بصوا الاكستنشن بتاعه، ثواني اهو الاكستنشن عليه شغل متوزع خطير. حلو جدا. ده بكام ده؟ ده 400. جامد جدا خطير قوي اللي كان ماسكه ده. اللون البيبسي بقى بصوا شايفين ما شاء الله. تمام. 350 ده. ده كمان ده كده 350. ده جوميه برضو صح؟ خطير ده برضو، ده يلبس اوزان حلوه. 350 الاثنين ده او ده 350. بص ده طبعا ايه ما شاء الله الحاجه على فكره زي الفل جامد جدا. ده برضو الاسعار دي مش هتلاقوها عند حد يا جماعه، الاسعار بجد خطيره. انت هتاخدي الفستان يا دوب توديه دراي كلين يطلع فستان قمرين اكتر واكتر. بصي ده خطير حلو جدا ما شاء الله. ده بكام؟ ده 350. 350 يعني الستاند ده معانا هتلاقوا فيه حاجات ب 400 وحاجات ب 350. ده ساتان مط. ساتان مط ده شياكه. بصوا الكالوش بتاعه عامل ازاي، شياكه وحلو جدا. بصوا من هنا من العرقبه بقى برده فيه شغل كده. فستان محجبات، هتلاقي حاجات كتير بنشوفها دلوقتي فيها محجبات وحاجات طبعا مفتوحه. خدي اللي يناسبك، الاسعار مش هتلاقيها في حته بجد، حاجات محترمه جدا وهيبقى بتاعك بعد كده. بصوا ده كمان ده بيبي بلو كده خطير. شايفه الشغل عامل فيه ازاي؟ بصي بيضوي 400 ده معانا. ده جوميه. تمام. بصي ده كمان ده بروبرو قوي ده خطير. ده بيبي بلو في سيلفر كده ما شاء الله. لما العرض يخلص ما حدش يسالني على الاسعار دي خالص. لما العرض يخلص اللي هو قلنا بعد 10 واحد باذن الله. تمام. او نفاذ الكميه، او حتى نفاذ الكميه. ده برضو رقيق جدا. بصوا يا جماعه بصوا الصدر بتاعه والشغل 350. تمام. احنا نزلنا كل الستاند كله. بصوا ده كمان ده عليه زي فروع شجر كده ولونه كشمير برضو خطير. في ده بقى ده سيمبل كده، ده اكستنشن عليه، ده 350 بالوانه بقى. معانا الكشمير الغامق والكشمير الفاتح. تمام. حلو قوي. تمام. معانا كمان الموديل القمر ده، ده جراي كده. بصوا الخيمه بتاعته اللي هي مطاطي دي بتمط معاكي كده حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. تمام. ده كده 350. 350. تمام. بصوا ده برضو حلو قوي وسيمبل جدا. 350 برضو معانا برضو ب 350. عندنا تشكيله حلوه في عرض 350 باذن الله. 400 ما شاء الله. تمام. 400 ده 400 اكستنشن جانبي. قطيفه في ستان. قطيفه في ايه؟ في ستان. في ستان ده طبعا ستان تقيل. وهنا الشغل قطيفه عليه ترتر كده. تمام. تاني بص ده موديل مختلف خالص. 350. 350 تمام. ايه تاني؟ ده. بص ده برضو سيلفر، في شغل كده من الرقبه فوق وعلى الكتف معاكي لغايه تحت حلو قوي. ان شاء الله. 350. 350. ده كله بقى شغل ايه بروبرق كده عارفين انتوا. 350 ده بتحطي له اكستنشن انتي، ده قمر. تمام. وده الستان بتاعه بتلف من حوالين الراس كده. ده يعني احنا عندنا عامة كل الصور بتاع الموديلات دي موجودة على التليجرام يعني. تمام. انت سيب لي بقى لينك التليجرام والناس يدخلوا عليه يتفرجوا على الموديلات وهي معروضة برضو كده. وهي متصورة على المانيكان بتبقى الحاجة ظاهرة اكتر. اكيد. تمام. ده لون تاني منه حلو قوي. عندنا كده منه السيلفر وعندنا منه الموف كمان. ده بكام قلنا؟ ده 400. 400 تمام. بص برده ده 400. ده برده معانا ب 400. تمام.
1150. تمام. بص ده الساترن معانا يا جماعه مط ما بيلمعش، وده اشيك كتير جدا من اللي بيلمع. تمام. بص الهافان خطير ده ما شاء الله، 350. 350 حلو جدا. ده المينتي جرين، بص الشغل اللي على الصدر فوق واكستنشن جانبي خطير. 400 معانا. الزيتي وجماله بقى، بصوا الزيتي الموديل ده زي اول موديل اسود صح؟ بالزبط. حلو قوي ده، عجبني ده ما شاء الله. ده قلنا بكم؟ 350. 350 تمام. ده زيتي اكستنشن جانبي كله عليه شغل كده، وكم عليه شغل وكم لا. ده بكام؟ ده 400. 400 برضو. ده ستان مطفي اورنج كده، فيه شغل استراس كده من الجنب برضو، حاجة حلوة. بكام ده؟ 400. تمام. كل الشغل ده يا جماعة متاح في الشحن، اطلبي وقولي تبع قناة شماء الجوهري عشان تستفيدي بالعروض. العروض لفترة محدودة لغاية 10/1. تمام كده؟ تمام. معانا بقى الحاجات القمر دي، بصوا ده لون كسر كل القواعد، ده فوشيا كده تمام في سيلفر، وحاجة تظبط الجسم جدا. ده معناه بكام؟ ده معناه ب 400. ده معانا ب 400. حلو جدا. ده كمان ده جميل، الفواتح دي بتبقى شيك قوي 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 في اللبس، شغل من على الصدر والكم بس. ده بكام؟ ده 400 برضه. 400 ده زي لون تاني على زيتي، طبعا ده بيج وده على زيتي، 400 برضو معانا. تمام. ده جميل بقى، ده جميل، بصوا عامل ازاي، حلو جدا جدا. بصوا يا جماعه لونه قمر وشغله قمر، ده هو اوف شولدر كده، عارفين كده، حلو قوي. ده بكام؟ 400 برضه. ده معانا يا جماعه القمر ده ب 400. اديني فكره بقى عن الشغل اللي هنا، حاجة ده زي. جومي. اه بصوا شايفين الشغل، وبرده الكم اللي هو اللي جاي تاج على الكتف كده، وبرده هنا ليه الكم بتاعه واقفين. ليه الكم الاساسي بتاعه، وده عليه فوق الكم. حلو قوي وشغل كله ما شاء الله. ده بكام؟ ده 500. ده 500. معانا موديل تاني كده نفس فكره الكم بس موديل مختلف، كام برده؟ 500. جومي يا جماعه، الشغل ده كله كده جومي. وده ده حاجه 450. 450 برده شغل حلو قوي ما شاء الله. واو خطير ده، بتحسه كاتب كتاب في نفسه كده، جميل. 450. 450 تمام. بس ده بيبي بلو بقى، ده اخت العروسه كده، عارفين انتوا، حلو قوي. 450 مره. تمام. الموديلات دي كلها زي ما انا قلت موجوده على التليجرام. تمام. ملبوسه على المانيكان. تمام. حلو جدا. ده 450. 450 تمام. بص ده برضو حلو جدا، بصوا عامل ازاي. تمام. 450. طيب كده ده وده 450 عشان نبقى متفقين بس. ماشي يلا، مش مشكله، بس بقول لكم مفيش مشكله، مش عايزه ازعلكم. بس ده برضو لونه سيمون هادي كده، قمر جدا ما شاء الله. تمام. 450 اللي عدى. ها 450. طيب بص ده برضو، شوفوا الشغل هنا من على الوسط كثيف شويه، وبعد كده جاي متوزع بالطول على باقي الدرس، حلو جدا. 450 وده برضو 450، واخدين بالكم؟ يعني اغلب الشغل على الستاند ده 450 تقريبا، اغلى حاجه 450 500 صح؟ بالظبط دي اعلى حاجه. حلو قوي. ده 400. ده كده 400، ده كده شغل جولد. وتول منفوش، براحتك بقى اجري، عارفه انت قمر ده. هنا برضو الكشمير ده شغله سيمبل قوي كده، ده اللي شفنا منه الاسود قدام تقريبا. ده قلنا بكام؟ ده 400 برضو. 400 تمام. تمام. في حاجه اللي هو الخطوبه التقليدي. تمام. خطوبه تقليدي. بص تمام، ده منفوش جدا، في موديلات كتيره من الخطوبه التقليدي. 500 جنيه بس. 500 الحقيقه. الحاجات المنفوشه قوي دي 500. 500 بس. هنشوف ايه تاني؟ هنشوف مثلا في عندنا مثلا حاجات زي كتب الكتاب. حاجات زي كتب الكتاب، بصوا بص كده. حلوين. ده اكستنشن جانبي، وده برضو ليه اكستنشن، بصوا عاملين ازاي شغلهم، واحد من على الكتف هنا والتاني شغله جاي من على صدرك، انك لابسك كوليه كبير. والاتنين نازلين على كالوش وستان مط. ده بكام؟ ده عامل 400. 400 حلو جدا. عايز اقول لكم في لسه موديلات تانية على الستاند بنفس الالوان، بالنسبه لكاتب الكتاب احنا بنتكلم، لكن لسه في حاجات ما شاء الله زي ما احنا شايفين، في المنت جرين وفي الجري الغامق وفي اللون مش عارفه ده لونه ايه، هنعرف دلوقتي، مش عارفه ده لونه ايه، ده بيج بس درجه من البيج، درجه من درجات البيج كده شويه. بصوا ده برضو كاتب كتاب، ده بيلمع كده كله بقى شغل وبيلمع. 350. تمام. 350. في بقى حاجات زي كده
ده سيلفر كده واخد درجات اللي تحت ده غامق. اصلا الصدر بتاعه دومات اه كارديك المفتوح ده. بيبقى مفتوح. اه تمام. تمام، هو نازل من فاتح على غامق يا جماعة، واخد تدريج اللون. تمام ما شاء الله. ده بكام؟ ده عامل 350. ده 350. والابيض اللي في ايدك 350. 350. في حاجات هنا على الستاند مشكلة، اسعار مختلفة. خش على التليجرام وشوفي كل الموديلات اللي انت عايزاها، وابعتي على الارقام اللي موجوده قدامك على الشاشه، وقولي ان انت تابعه قناه شيماء الجوهري علشان يديك العرض بتاعنا. بصي الموديلين دول احلى من بعض، حلوين جدا، ويلبسوا مقاسات حلوه ما شاء الله. 350 برضه. 350 ما شاء الله. بص برضو ده حماله رفيع كده تلبسيه، وشغله كله جميل جدا مع كعب عالي ما شاء الله، يعني عروسه لوحدك. بص بقى اسود وشغل استرس وشغل كده قمر وشيكه، حلو قوي. اوعى تقولي ده 350، ده 400. 400 بقى، ما فرقتش كتير والله، بس بجد بجد فعلا سعره حلو قوي. طيب بصوا ده برضو، بصوا يا جماعه الشغل، ركزوا معايا في تفاصيل القطعه وشغلها. الشغل ما فيهوش ديفوهات على فكره، الشغل زي الفل اهو، بس توديه دراي كلين هيطلع زي الفل، حلو جدا ما شاء الله. ده بكام؟ 450. 450، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن سوق الشغل كله يا رب. بجد الشغل حلو قوي، والمكان ده بجد كنز. لو انت عندك مناسبه تعالي واختاري ونقي كل اللي انت عايزاه، حلو جدا. بصوا ده كمان، ده شغل كله هاند ميد. اه تمام. بصي الشغل ده كده، وده كمان شغل الخرز ده. تمام 400 جنيه. 400 جنيه ما شاء الله. بس كل ده شغل موجود على الستاند بقى ما شاء الله. ايوه عديلي بقى كده بسرعه واحنا نجيب. بصوا شايفين ده برده جميل جدا ما شاء الله. كم؟ 350. 350. بصوا برده كده، تمام. ده كله شغل لغايه الاخر. بص الكافيه ده برده حلو قوي، حلو جدا ده. 350. 350. بصوا ما شاء الله. ايوه 350. بصوا ده برده شغل كده ومتوزع من تحت، حلو قوي. بصوا شايفين جميل قوي، ده كله شغل ما شاء الله. طبعا بقى كل الشغل ده كده معانا 350. 350 مع ده اخر 2 على 3 بس 400. تمام. بصوا ما شاء الله، ده شغل لولي كده واستراس في نفس الوقت، حلو جدا. بصوا برضو ده تمام، كل الشغل ده جومي. جومي. ده تل في جومي. ده 400. ده 400. تمام. ده تل في جومي. وده بصوا ده 450. 450 مش 400. ده بقى معانا برضو ب 400. خلصنا الجزء ده. اه هنشوف بقى ايه تاني. بس في كام قطعه تل كده تمام، ممكن نشوفهم على السريع بس. 250 جنيه يلا بينا. حاجه زي كده 250. 250 جنيه. حلو قوي. بصوا يا جماعه حاجه سيمبل قوي كده برضو، وتلبس حلو، تلبس 90 كيلو تقريبا، 250 جنيه. عندنا منه ده مقاس تاني مختلف. تمام ماشي. بصوا ده تمام 250. 250 الشغل ده كده، 250 اي قطعه بنشوفها فيه. تمام. ده احمر زي اللبني اللي شفناه قدام. حلو. بص ده برضو ليه شغل كده، تمام ما شاء الله. ده شغل بيرقص من فوق، عارفين انتوا الحركات دي، حلو جدا. ده على جولد كده ب 250. اه بصوا ده شغله من على الصدر فوق. تمام 250. بصوا البترولي ده او البيبسي، بصوا خطير برضو، بطانه كده تبقى قصير من تحت وعليه تول يعني. تمام. بصوا السيلفر ده سيمبل قوي، ده 250. 250 جميل، ده سيمبل جدا. بصوا ده الاكوا، اكوا ده برضو حلو وسيمبل، وعايز حد قليل جسمه قليل كده، بس خطيرة على فكرة ما شاء الله. ده 250. 250. في حاجات لقط قوي في العرض ده. بصوا الكشمير ده اللي يلحق يلحق بقى. اه والله اللي يلحق يلحق، شايفين يا جماعة، حلو جدا ما شاء الله. تمام. بصوا كمان الكشمير ده، ده الكشمير الغامق مش الفاتح، في درجتين اهو جنب بعض الاتنين. تمام 250. واو ده 250. ده التول بتاعه فظيع بقى، ده 250 اللي انت ماسكه ده. 250 ده خطير خطير.
ده خطير، حلو جدا. كل اللي محتاجاه الفساتين دي بس دراي كلين ومشطب. ما انا عماله اقول لهم والله الحاجه ما فيهاش ديفوهات، الموضوع بس عايز دراي كلين مش اكتر. لو في اي حاجه احنا بنظبطها يعني. تمام. اي حاجه احنا بنعملها في الفستان. حلو قوي. يعني لو في اي حاجه في الفستان محتاجه اي حاجه زي ايه؟ اي حاجه مثلا لو كان في ديفو ولا حاجه، ولا في شحن مثلا فستان، لو في حاجه بنظبط. لو في اي ديفو لازم يوصل للعميله. تمام، حلو جدا. في الغالب زي ما حضرتك شايفها مفيش اي حاجه، مفيش الحمد لله. تمام. بسم الله ما شاء الله. تمام، ده 250 معانا، وده كان اخر واحد في عرض ال 250. حلو جدا. عايزين نقول يا جماعه ان كل الشغل ده متاح للشحن، ادخلي على التليجرام وتشوفي كل الشغل وشوفي كل تفاصيلك، هتلاقي كل الشغل ده كده معروض معاكي وعليه والموديل لابساه وكل حاجه. هنكمل الفيديو بتاعنا مع شغل الاطفال، كمل مع الفيديو للاخر. الاطفال يا جماعه دي زي ما بيقولوا انتي قمر الصغننه دي. الاطفال عندنا 100 و150 جنيه. 100 و150 شغل الاطفال. بصوا يا جماعه الحاجات القمر دلع دلع، ده حلو قوي ده. البيبيهات تمام 100 والاكبر من كده 150. تمام، البيبيهات 100 والمقاس الاكبر 150. ماشي. المحيرات برضو 150. 150. سكرين الحاجه اللي تعجبك، على فكره حاجات حلوه قوي. ما شاء الله. تمام برضو بشكل عشوائي عشان الناس ما تقولش انت بتنقي. لا والله هو اهو يعني بص ده كده كتف وكتف مثلا، وده كمان ده ظهر الدرس. استنى ايوه بصوا حلو جدا. تمام 150 المقاس الكبير اللي زي كده. تمام بص ده برضو لطيف قوي. انا عايز اشوف ده بص عامل ازاي، حاجه مترقعه قوي. ان شاء الله. تمام، ده برضو معانا بكام؟ ده ب100. ده معانا ب100 يا جماعه. طيب بصوا كمان ده، بصوا كده شغله ليه كده ديل من ورا، وده كمان 150. في الوان كتير وفي ابيضات كتير. في حاجه زي كده زهري، كشمير، فوشيا، بيج، كافيه، اوف وايت، جراي، اكوا، كل دي الوان موجوده في الاطفال، وجولد كمان. بصي ده كده كتف وكتف 150. بصي ده كبير ده. ده برضو معاكي ب 150. ده محير. محير. صح كده؟ بصوا اهو. تمام. 150. خطير ده برضو. حلو المحير ده. حلو ان احنا عندنا حاجات مميزينها ان هي محير. في حاجة زي ده، ده انيسات 150 برضو معانا. ده 150 جميل. ده وريني بقى القمر ده عشان ده جميل قوي. بصوا يا جماعة ده واخد ادوار كده ويعمل فوليوم كده لو البنوتة رفيعة، ده خطير معاها. طيب بصوا ده كمان انيسات برضو، ده انيسات طبعا البوش اب بتاعه باين. تمام، ده بكم؟ 150. ده 150؟ 150. انا ما خدتش بالي، انا بس يعني ركزت ان هو انيسات. 150 جنيه يا جماعه، ده خطير ده. في حاجات لقط والله في قلب العود كده لو تاخدي بالك، ركزي معايا. بصوا ده كمان. ده انيسات برضو. بصوا ده كده 150. 150 والله بلاش. بصوا يا جماعه يعني احنا بنحضر المناسبه والفستان بيتركن بعد كده، فانتي بصي الحاجات دي تاخديها وانتي الكسبانه. ده من سعر الايجار اصلا. والله عارفه ان الايجار بره عامل ازاي. بص ده برده. طبعا اسالي قبل ما تيجي هتعرفي. بصي برده كده. تمام. في شحن كل مكان ان شاء الله، كل المحافظات متاحه معانا، وجنوب سيناء شمال سيناء كله متاح معانا باذن الله. تمام، الحاجات الصغننه القمر دي 100 جنيه. 100 جنيه. بصي القمر ده برده دلع جدا ما شاء الله. وده 100 برضو. 150. تمام 150. 150. عندك اشكال كتير جدا في شغل الاطفال والمحير ما شاء الله. احنا لسه معانا هنا تاني الابيضات، ده اللي بيحب الابيضات. شغل الابيض الاطفال ده بكام؟ 150. 150. لسه معانا ابيضات، حاجات صغننه للحاجات الناس بتعملي الصغننين. شايفه؟ شايفه ده كمان، ده الظهر ده. تمام ما شاء الله. 150 ان شاء الله. شايفين موديلات كتير جدا، اختاري ما بينهم اللي يروق ليكي ب 150 جنيه ما شاء الله.
نجدد شايفه؟ موديلات على طول يعني، الشغل ده هيتباع، بنجيب موديلات تانية وبينزل على التليجرام مش كده؟ بإذن الله. اشتركوا بقى في التليجرام عشان اي موديلات جديده تنزل، لو ما لحقتيش العرض ده تلحقي العرض اللي وراه لو انت عندك مناسبه ومستنيه، فتابعي على طول هتلاقيهم بينزلوا شغل حلو قوي ما شاء الله. تمام، ده كده انيسات. بصوا يا جماعه ده ليه اكستنشن كده حلو قوي، والنبيتي ده برده شياكه جدا. الحاجات دي بكام بقى يا محمد؟ دي المفاجأة بتاع العرض أصلا، ها؟ 150 جنيه. 150؟ كل السويعات اللي عارضة دلوقتي 150 يعني الكبير بسعر الأطفال 150 بالظبط. جنيه حلو جدا. ورينا بقى، عندنا تشكيلة فيها كبيرة جدا، بصوا كده، ده برضو سيمو اكستنشن كده حلوة جدا. تمام، 150 جنيه. 150 جنيه انتوا مش هتلاقوا الأسعار دي عند حد خالص. بص ده استحالة يكون ب150 ابدا، يعني ده خطير، ده خطير. تمام، بص ده كمان حلو جدا 150 جنيه، يا بلاش والله. هتيجي تختاري براحتك وتجيبي اكتر من فستان، لمي كل مناسباتك من مكان واحد. تعالي بقى شايفه، انت تجيبي لك 10 فساتين بسعر فستان واحد من بره. شايفه؟ وريني في ايدك ده كمان، ده جميل قوي برضو، نازل بقى على كالوش دانتيل كده براحته، حلو جدا. 150 سويا احمرات بقى، شايفين هنا احمر وهنا نبيتي. 150 ده او ده، حاجات سامبل وبسيطه لو فرح بالنهار، حطي عليها الاكسسوار اللي انت عايزاها. شايفه 150 ده مش تمن القماش، حتى اللي ب 150 ما فيهوش ديفوهات على فكره. تعالوا شوفوا بنفسكم، هستنى ارائكم في التعليقات. حلو جدا ما شاء الله، ده ملائكي قوي جميل. بصوا يا جماعه نجوم كده وحاجات قمر جدا. تمام، الحاجات دي كانت معروضه اصلا باسعار اكتر من كده بكتير، بس احنا قلنا طالما اول مره نصور مع القناه فحبينا نعمل عروض كويسه لاصحاب القناه بس. تسلم يا محمد، بس مش اكتر. تسلم. بصوا ده كده ابيض او اوف وايت، وده برده كمان حلوه الحاجات دي قوي، وب 150 جنيه 150 جنيه شايفين ده كمان، ده طري جدا بقى حلو قوي ب 150 جنيه. عايز اقول لكم الستاند مليان ما شاء الله، تشكيله كبيره من عرض ال 150، وزي ما شفنا بره اسعارنا 350 و250 و400 و450 و500 اغلى حاجه في المكان. يعني احنا اسعارنا النهارده بتبدا في الفيديو من 100 جنيه، انتوا متخيلين؟ شايفين الشياكه؟ حلو جدا وسامبل ومش ملفت، حاجه كده ناعمه في نفسها ب 150 جنيه 150 جنيه شايفين ده كمان؟ تمام، ده ستان مط كده، وده بقى جومي وكبير ما شاء الله، وب 150 جنيه جومي، وب 150 جنيه بس ما فيش فصال. لا ما فيش فصال، فصال بعد ايه بقى؟ بص عايز اقول لك بيجي يعزمونا هنا ويمشوا. لا 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 ما فيش فصال ان شاء الله. لا ده حلو جدا، ده قطيفه يا جماعه حلو قوي. انا عايزه اشوف ده، بس تحسوه قطعتين في نفسه كده، استنوا اهو، تحسوه قطعتين في نفسه، شياكه ده في اللبس شياكه ما شاء الله. تمام، بص برضو ده ب 150 جنيه والله يا بلاش، ده ولا تمن القماش ولا تمن تفصيله ولا تمن مشواره ولا اي حاجة. الله 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 يا دلع، ده يشبه اللي عجبني برضو في الاول اللي هو لو قلت ايه دانتيل وبراحتك بقى، حلو جدا ما شاء الله 150. انا نفسي مش مصدق انا بعرض الشغل ده ب 150 150 جنيه يا جماعه، المفروض كنا نعرض الشغل ده في اول الفيديو، بس معلش اللي كمل الفيديو معانا هو الكسبان. شايفين الشغل ما شاء الله خطير. تمام، خلصنا عرض ال 150 150 خلصنا يعني لسه في كام حته بس هنكتفي بكده. نيجي بقى هنا عند السواري، عند الزفاف. تحسوا عارفين ان انت فتحتي عينك قوي كده، ابيض ومنور وشغل وحاجات حرق. بصي من حواليا اهو، انا واقفه هنا كل ده كده حواليا داير داير فساتين زفاف، تخيلوا بقى. احنا عايزين عرايس يا جماعه، يلا هتورينا ايه؟ افاجئكم الاول بالسعر. اول حاجه بالنسبه للحاجات اللي همسكها دلوقتي دي 350 جنيه زفاف ب 350؟ زفاف ب 350 جنيه. ده ايه الجمال ده؟ بصوا، لا ده الكلام على كبير، استنى اجي لك انا جوه كده عشان ايه الحاجه تتشاف حلو، عشان الاسعار دي مش موجوده عند حد. الموضوع كله ودي دراي كلين حلوه، وهتظبط لك الفستان ظابطه كانه لسه خارج من الاتيليه عليكي عدل. شايفه الشغل ما شاء الله، ده اوف وايت اصلا. تمام، اوكي 350 جنيه يا جماعه، ده كله شغل، ماجيش حق ده الشغل اللي فيه، اللولي بس اللي فيه ده الشغل اللي فيه. شوفي انت روحي اشتري الحاجات الخرز والحاجات دي لاولادك هتصرفي كام. تمام، بس ده برضو
350. انا بس عايزه اقرب عشان الفساتين فاتحه شغلها مش باين. انا عايزاكم تعيشوا معايا اللحظه. شايفين فظيع بالجيبونه بتاعته؟ ها اه طبعا. اه بس انا شايفاهم ملمومين يعني. انتوا لمين الجيبونه من ورا؟ اه علشان بس نعرف نحط اكبر كام. بصوا برده كده كله شغل، كل الفستان شغل. وده ليه ديل؟ ها اه كله ليه ديل، كله ليه ديل. اه تمام. بصوا ده شغله اخف شويه ومقاسه كبير كمان. بصوا 350. 350 اه. والقب ده 350. وفي الحماله ده برده 350. تمام. تمام. الشغل ده بقى 750. ده 750. ده طلعنا بالسعر شويه. تمام. دي اعلى حاجه بالنسبه لي انا بطلع. حلو قوي. وده 750. تمام. تمام اوكي. خطير. 750. بصوا ده خطير. ده 750. ده فستان خطير. بصوا برضو ده. ده بكام؟ 750 برضه. تمام. شوف الشغل ده كده ب 750. ده كمان 750. 750. بصوا الشغل ده بكام ده؟ 750. تمام. كله يا جماعه بصوا كلوش قد ايه؟ ما شاء الله. بصوا ده شغل مختلف بقى. اه. 750. تحفة 750. بصوا الشغل ده برضو كمان شغل. بصوا واخد من اول فين. وانزلي بقى براحتك كده على الكالوش بتاعك والديل تحت في شغل ب 750. حاجة شياكة. طيب ده اخر واحد معانا في ال 750. اه بنجدد الموديلات برضو على طول بشكل مستمر. تمام. حلو جدا. هنفكركم يا جماعه ان العرض ان شاء الله اخره 10/1 يا اما نفذ الكميه. شرفونا في اي وقت وموجود فيه شحن ان شاء الله، وموجود ان انتوا تشرفونا في المكان وتحت امركم في اي وقت. تسلم يا محمد، تعبتك معايا بجد. الفيديو كان مميز وانبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.